السلام عليكم، اهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناتكم الرياضيه والاخباريه جياسكا اخبار تي في، وكذلك القناه الثانيه جياسكا اخبار التي دائما نشارك معكم فيها الحصري والجديد على اخبار شبيبه القبائل. فقط لا تبخلوا علينا بالضغط على زر الاعجاب، جام لايك والاشتراك كي يصلكم كل ما هو جديد. حصريا راح نحط لكم تسمعوا تصريحات الحارس حديد، يعني يشكر كل من وضعوا فيه الثقة. هل أصبح الحارس رقم واحد في شبيبة القبائل والشبيبة لن تجلب أي حارس آخر، أم سيكون الحارس الثاني ربما في شبيبة القبائل وستجلب شبيبة القبائل حارس آخر؟ كل ذلك سنسمع ماذا قال الحارس يعني في شبيبة القبائل. اسمع تصريحات الحارس حديد، نتمنى ان شاء الله كامل تخليونا الاراء تكون في التعليقات باش نشارككم الجديد، وما تنساش دير لايك ابوني في القناه وبارطاجي هذا الفيديو باش ان شاء الله يوصلكم الجديد. السلام عليكم، مازال في الاول لي سيبورتور تاع لاجياسكا ديز ورا سكار الكوتش بوزيد، يعني كان لا كونفيونس اي كود الكوتش ياس بالحاحه لما تصور الخير الخير ينس ايش من ماتش نيتي با فاسيل ماتش دو تاجي ما استاد اللي تي ارشي كومب استاد اللي تشور لي سيبورتور شي نمبورت اللي تي كيف كراشون سام فينا بي دران شوي دران يوسف يوسف بوزي بي راني خمر كونفيونس يعاود يخمر كونفيونس اللي يش ميد ديال ماتش نخنشلا عندها يوم شي نيغ عشرة لي ماتش افيك ان بون روندمون دينا افيك ان بون روندمون وتشكا لي سيبورتور تاع غاز لاجي اسكا اكس دي بلاسيني دينا شاك ماتش اما دي بشار اما دي رجلي الأربعة ما بيتي زي وزو شاك شاك ما تثني تفضي دنا بس كلا الله الله ديركسيون إذا كان تولي مويا كنا نيلي بيا شاك ما تاني اللي موجود ما قدر اللي ما تلام قاربه بس كلا البريزيدور عني بس كلا موبيلس